حالة طوارئ عالمية، أكبر مختبرات الأدوية في استنفار، وعلماء يسابقون الزمن لإيجاد علاج سريع للقاتل الغامض الذي وصل حديثاً لبلادنا العربية. إنها الحرب على فيروس أصغر بعشر ملايين مرة من الإنسان، لكنها عملية أصعب بكثير مما تتصور، لأن الفيروس يحتمي بعائلة شرسة قاتلة غامضة. القصة بدأت من الصين من أحد الأسواق مع بداية يناير 2020. في هذه البيئة وجد فيروس كورونا الفرصة المناسبة للانتقال من الحيوان إلى الإنسان، وتمكن بسرعة مذهلة من تطوير نفسه كي ينتقل من إنسان إلى آخر. وهنا تكمن الخطورة. بدأت أعراض المرض تنتشر، الحمى والسعال وضيق التنفس. بعض المرضى أصيبوا بفشل في وظائف بعض الأعضاء، وفي غضون أسابيع انتشر في عشرات الدول ليقتل الآلاف ويصيب عشرات الألوف، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة الطوارئ. صحيح أن هناك استنفاراً طبياً عالمياً يضم أمهر العلماء يسابقون الزمن لإيجاد الدواء لهذا الفيروس القاتل، لكن بعيداً عن كل الأخبار التي تسمعها عن قرب التوصل إلى علاج، الأمر ليس بهذه البساطة. في الوقت الراهن يحارب العلماء في اتجاهين، الأول إيجاد عقاقير للعلاج، والثاني إيجاد لقاح للوقاية، وكلا الاتجاهين صعب. كورونا الجديد هو فيروس وليس بكتيريا، علاجه لا يتم عبر المضادات العادية التي نستخدمها في كثير من الأمراض المعدية، بل يحتاج إلى مواد كيميائية خاصة تعتمد على تركيبته الفريدة من أجل الوصول إلى عقار أو لقاح مضاد للفيروسات يمنع الفيروس من التكاثر داخل خلايانا. لنفهم أكثر هذه الحكاية علينا معرفة الطريق لعلاج أي مرض فيروسي. تبدأ الرحلة عند اكتشاف فيروس معين. مهمة العلماء الأولى هي فك شفرته الوراثية، ثم البحث عن المواد الكيميائية المناسبة التي تستطيع القضاء عليه أو الوقاية منه. عند الوصول لتركيبة مناسبة بعد الكثير من الاختبارات المعملية، تتم تجربتها على الحيوانات أولاً لفترة ليست قصيرة للتأكد من فعالية العلاج واستكشاف آثاره الجانبية. بعدها تبدأ المرحلة الأهم بتجربته على عينة من البشر، ثم الاحتفال بنجاح الدواء. لكن تخيل أن يصل العلماء بعد كل هذه الجهود إلى نتائج سلبية، ماذا سيحدث؟ سيعودون من البداية، وهكذا. كل هذه الخطوات لن تمر بين يوم وليلة، بل إن الأمر قد يستمر سنوات طويلة حتى يصلوا للعلاج المناسب. والحقيقة الصادمة هي أن الفيروسات التي تنتمي لنفس عائلة كورونا الجديد لا علاج لها حتى الآن. سمعنا بمرض سارس الذي ضرب العالم في عام 2002، وهو ينتمي لنفس عائلة الفيروس الغامض الجديد كورونا. سارس، وبالرغم من مرور قرابة 20 عام على ظهوره، لم يكتشف العالم علاجاً له حتى الآن، فكيف تم القضاء عليه إذن؟ باختصار، ما حصل مع سارس وغيره هو حصار الوباء ومنعه من الانتشار، وتم ذلك عبر كسر سلسلة انتقال الفيروس بين البشر، بمعنى أن عملية انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان انتهت، وبالتالي عاد الفيروس إلى نقطة البداية، أي أنه لا يزال موجوداً في الحيوانات، ويمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان مجدداً بشرط ضمان وجود بيئة مناسبة. كل هذا تم عبر الحجر الصحي واسع النطاق، وعزل المرضى، وإجراءات السلامة العالية في كل مكان، وهي نفس الإجراءات التي نسمع بها اليوم لمحاصرة والقضاء على فيروس كورونا الجديد، والتي يجب علينا عدم الاستهانة بها بتاتاً. الجهود العالمية اليوم تذهب إلى البحث عن طريقة لإيجاد لقاح للعائلة كورونا الفيروسية بأكملها، كما حدث مع إيبولا وشلل الأطفال وغيرها من الأوبئة السابقة. والوقت ليس في صالحنا، فالفيروس خبيث، وخبثه يكمن في أنه قابل للتكيف والتطور بسرعة قياسية.
كل ما علينا فعله هو الالتزام بإجراءات السلامة التي نسمعها كل يوم، والتقيد بالإرشادات الطبية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وبجميع اللغات. بهذه الطريقة نقي أنفسنا من هذا الفيروس، وكل ما سمعناه عن حالات شفاء يعود الفضل فيها إلى مناعة الجسم البشري القوية التي تختلف من إنسان لآخر، لكن حتى الآن لا علاج لفيروس كورونا ولا مصل للوقاية من هذا القاتل الغامض.